الرحمن الرحيم. الحديث عن الفلسفة في البكالوريا يقتضي بداية التعريج على ثلاثة نقاط أراها ضرورية. نتحدث أولا عن جودة المقالة الفلسفية في البكالوريا. نتحدث ثانيا عما يسمى الاحتمالات والاقتراحات والتوقعات لمادة الفلسفة في شهادة البكالوريا. ونتحدث ثالثا عن المقاييس التي يتم من خلالها بناء امتحان الفلسفة في شهادة البكالوريا. بالنسبة للنقطة الأولى، جودة المقالة الفلسفية في البكالوريا تقاس من خلال ثلاثة معايير. المعيار الأول هو المنهجية، فلا بد من الالتزام بخطوات كتابة المقالة الفلسفية، سواء تعلق الأمر بالمقالة الجدلية أو الاستقصائية وحتى المقارنة أو المقالة حول مضمون النص. ولكل نوع من أنواع المقالات منهجية تتلائم مع بنائه. جودة أيضا المقالة تقاس بمدى توفر المعلومات، معلومات صحيحة وكافية نغطي من خلالها مختلف محطات المقالة الفلسفية، من طرح المشكلة إلى محاولة حل المشكلة إلى حل المشكلة. وأيضا يمكن أن نتحدث عن معيار لغوي، فلا يمكن أن نكتب مقالة فلسفية بدون لغة صحيحة. على العموم، في كل مقالة فلسفية يوجد مقدار من الفهم، أو عفوا يوجد مقدار من الحفظ، وهذه خاصيات تشترك فيها الفلسفة مع باقي المواد، لكن في الفلسفة يوجد قدر كبير من الفهم. والدكتور محمود اليعقوبي رحمه الله عندما تحدث عن المقالة الفلسفية لخصها في ثلاثة كلمات: المقالة الفلسفية هي فن، والمقالة الفلسفية تبنى على الدراية، والمقالة الفلسفية تبنى على الممارسة. إذن الذي يريد أن يكتب مقالة فلسفية جيدة والذي يبحث عن علامة متميزة عليه أن يمارس على الأقل في هذا الأسبوع، وإن كان الأمر يبدو نوعا ما متأخرا، كتابة مقالة فلسفية وفق هذه المنهجية. بالنسبة للنقطة الثانية، يجب أن نؤكد أنه لا وجود لمقالات محتملة ولا لمقالات متوقعة مهما كانت التسمية، وأن من يدعي ذلك فهو يتلاعب فقط بالألفاظ، ونعتبر ذلك جريمة يمكن المحاسبة عليها من الناحية القانونية والأخلاقية. على طالب البكالوريا أن يفهم كنقطة ثالثة أنه أثناء بناء امتحانات شهادة البكالوريا يراعى ما يلي: أن تكون الأسئلة في متناول الفئة المتوسطة من التلاميذ، وأن هذه الأسئلة ستوزع على ثلاثة مواضيع. وجرت العادة على أن يكون الموضوع الأول مقالة جدلية أو مقارنة، والموضوع الثاني هو مقالة استقصائية، أما الموضوع الثالث فهو مقالة حول مضمون النص. يتم توزيع هذه المواضيع الثلاثة انطلاقا من المجالات المقررة عليك. فمثلا في شعبة الآداب والفلسفة جرت العادة على أن يتم اختيار المجال الأول، إدراك العالم الخارجي. فمثلا في بكالوريا 2019 وقع الاختيار على محور الذاكرة والخيال، وتحديدا مقالة شروط الإبداع، أي الذي يضع الأسئلة في شهادة البكالوريا وهو متواجد الآن في الحجز عليه أن يراعي هذا الجانب. يعني بالنسبة للمجال الأول لا بد أن يكون حاضرا ضمن الأسئلة. ثم بعد ذلك يأتي المجال الثاني بالنسبة لشعبة الأداب والفلسفة، اللي هو المجال المتعلق بالأخلاق الموضوعية والأخلاق النسبية، فلا بد أيضا أن يكون هذا المجال حاضرا في شهادة البكالوريا.
وقد جرت العادة في الأكثر على أن يكون مقالة استقصائية، وأحيانا ممكن أن يكون نصا. بالنسبة للمجال الثالث الذي هو مجال فلسفة العلوم، فحسب التدرجات وحسب الظروف التي تمر بها البلاد، فإن في الأكثر ستكون أسئلة هذا الموسم الدراسي منحصرة بين المجال الأول والمجال الثاني. ولذلك ننصح التلاميذ إذا أرادوا مراجعة جيدة بالنسبة لشعبة الأدب والفلسفة أن يركزوا في البداية على المجال الثاني. لماذا؟ لأن عدد محاوره محدودة، فيه ثلاثة محاور فقط: محور الحقوق والواجبات والعدل، ومحور الأخلاق النسبية والأخلاق الموضوعية، ومحور العلاقات الأسرية والنظم الاقتصادية والسياسية. فيمكن أن يراجع أهم الإشكالات الموجودة في هذه المحاور الثلاثة، ثم بعد ذلك يحاول أن يتدرب، لأننا كما قلنا أن المقالة فيها التدريب، فيها الممارسة. يحاول أن يتدرب على كتابة مقالة جدلية أو مقالة وفق الطريقة الاستقصائية حول على الأقل المجالين، مجال الأخلاق ومجال الحقوق والواجبات والعدل. بالنسبة لشعبة العلمية أو شعب العلمية، فإننا سنلاحظ أن هذه الأسئلة في هذا الموسم الدراسي ستكون منحصرة في الأكثر بين مجالين: المجال الأول الذي هو مجال المشكلة العلمية والإشكالية الفلسفية، وهو ليس بالمجال الكبير، وفي العادة يتضمن مقالة واحدة، مقالة جدلية حول قيمة الفلسفة. والمجال الثاني الأكثر أهمية وهو المتعلق بفلسفة العلوم، والذي يغطي أربعة محاور: محور الرياضيات، ومحور العلوم التجريبية، ومحور العلوم الإنسانية. إذن يغطي ثلاث محاور وليس أربعة محاور. وبالنسبة لما تم رصده، فإن أغلب الثانويات على المستوى الوطني تتحدث عن محور الشعور بالأنا والشعور بالغير كمحور أخير وصل إليه الأساتذة من خلال تدريسهم لمادة الفلسفة، قلنا نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. إذن على التلميذ أن يبعد من ذهنه فكرة المقالة المتوقعة. لا وجود لمقالة واحدة ولا لمقالة ولا لثلاث مقالات، إنما هناك إشكاليات يحاول أن يمر عليها، يحاول أن يراجعها في عمومها. وبالنسبة للشعبة العلمية كما قلنا، هناك فرصة كبيرة، لأن البكالوريا ربما ستكون متمحورة أو تتأرجح بين هذين المجالين، لكن لا يمكن تحقيق أي نتيجة إلا من خلال الكتابة، الممارسة، القراءة. بالنسبة للشعب التقنية، فيبدو الأمر هينا نظرا لمحدودية هذه الدروس. فالشعب التقنية في العادة هم تتمحور البكالوريا حول المذاهب الفلسفية، حول الرياضيات، حول قيمة الفلسفة. إذن يمكن للطالب هنا بنوع من التفاؤل، أقول فقط هو جانب نفسي، بنوع من التفاؤل أن يضع خطة للمراجعة، يبدأ من البداية، من الدرس الأول إلى الدرس الثاني إلى الدرس الثالث، هكذا على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته. وينطبق ذات الأمر على شعبة اللغات الأجنبية.